تفقد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية العديد من المركبات السياحية ببسكرام معلنا عن مواصلة عملية إعادة الاعتبار لأكثر من 70 فندقا في القطاع العام. حسن ميتاطلة. تعرف ولاية بسكرة حركية استثمارية هامة في المجال السياحي، إذ من المتوقع أن يتعزز القطاع بالعديد من المركبات والمنتجعات السياحية خلال هذه السنة. فكرت فيها شي هذا خاطر قلت لك عندنا نقص، عندنا فرد حمام، واحد يقول حمام صالحين اسمه شفنا اسمه فيه نقص اسمه بزاف اسمه الاخر، زدنا هذا ولقينا اسمه عندنا الماء المعدني لهنا موفر فيه الحق في الجهه هذه. وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري أثنى على هذه الحركية السياحية التي ستحول عاصمة الزبان إلى قطب سياحي بامتياز. أكثر من 51 مشروع سياحي تم اعتمادها على مستوى الوزارة، منها حوالي 16 مشروع هي حاليا في طريق الإنجاز، 4 منها هي تشكل أشغال من الانتهاء منها، وهناك مشاريع أخرى ستنطلق عن قريب. هذا ما يعني أن الحركية في هذه الولاية كبيرة وكبيرة جدا. ولتدارك العجز المسجل في عدد الأسرة وطنيا، كشف لنا السيد الوزير عن الانطلاق في إعادة الاعتبار لـ70 نزلا من القطاع العام. تعلمون جيدا أن فخامة الرئيس قرر برنامجا كبيرا أكثر من 70 مليار دينار جزائري جندت خصيصا لإعادة تأهيل وتحديث وعصرنة هذه الفنادق. وفي سياق هذه الحركية التنموية السياحية، سجلت الوزارة وجود أكثر من 1580 مشروعا استثماريا، منه 600 مشروع في طور الإنجاز.